إلى زوايا المراسلين وليث بزاري من فرنسا. فرنسا أرادت أن تحد من السياحة فحقق هدفها من حيث لم تتوقع. ما الصورة عندك يا ليث؟ يعني شو بيقولوا بي كيرفول وات يو ويش فور، بس عنده الماء والخضراء والوجه يعني الحسن. شكرا شكرا لكم. شو هالوصف يا راوية؟ نعم فرنسا يعني بتتجبر مثل ما بنقول بالعربي، الله يخليكم شكرا، بتتجبر فرنسا انه زيادة السياحة. شعب بحب ينق كتير، احنا شفنا شو صار بكورونا وكيف الأزمة أثرت على السياحة بفرنسا. اليوم صاروا يقولوا لا يا جماعة، احنا عندنا سياح كتير ولازم نخفف من أعداد هؤلاء السياح الذين يقصدون فرنسا. القصة بدت في مون سان ميشيل، وهي منطقة سياحية عبارة عن جبل وسط المحيط أو المحيط الأطلسي شمال الغرب فرنسا. ولكن يعني اكتشفوا التجار في هذه المنطقة أن كمية السياح الذين يقصدون متاجرهم لا يستطيعون التسوق براحة. ليه؟ بسبب الأزمة، بسبب كثرة هؤلاء السياح. ولذلك طلبوا من بلدية هذه المنطقة أن يخففوا أو يكون يعني تقنين لعدد السياح الذين يدخلون المنطقة، لدرجة أنه تخيلوا على أبواب المتاجر كتب بعضهم بادون بلاج كادو، لا نستطيع تغليف الهدايا. تعرف كيف السياح لما يكونوا في منطقة بحبوا دائما تكون سوفينير مغلفة كهدية إنه من فرنسا ويأخذوها معهم بأي بلد في العالم، فهذا منعوه لسبب الأزمة وكثرة السياحة. هلأ هاي القصة مش بس بفرنسا، على فكرة ببورتوفينو بإيطاليا مش بعيد عن جنوة نفس الشيء، عندهم مشكلة السير في المناطق السياحية. بتعرفوا هي بلدة صغيرة في إيطاليا، ولكن عدد السياح الذين يستوقفون السياح الآخرين لالتقاط الصور ويكون هناك أزمة، منعت الشرطة هذه الظاهرة، وبفكروا كمان يعملوا مثل مون سان ميشيل محاولة تقليل عدد السياح الذين يدخلون أو يكون في برمجة معينة لساعات معينة لدخول هذه المنطقة. فيعني ما بعرف شو بصير. على كل حال لاحظنا بالأيام الأخيرة للأسف بعد مقتل نائر المرزوقي ابن 17 نعم. عام في ضواحي باريس، تحديدا في نونتير غرب باريس، هذا أثر وشفنا كيف أنه أكيد رح تضرب السياحة والاقتصاد الفرنسي، غير أنه حرق الشاحنات والباصات والحافلات. تخيلوا أنه باص واحد نقل عام يكلف الدولة 300 ألف يورو، وعدوا قديه في باصات حرقت وفي غير نهب وسرقة المتاجر. يعني هل تم إغلاق بعض المناطق السياحية المعروفة ولا كانت بمنأى عن هذه الاضطرابات؟ لحد هذه اللحظة لا، ولكن الذي ألغي لحد هذه اللحظة اليوم، نتكلم غدا عن بداية الفاشن ويك أوت كوتور أو أسبوع الأزياء، ألغي عرض سيلين، دار الأزياء سيلين، بسبب هذا الحراك أو هذه الاحتجاجات. ونأمل بكرة في ديور وبعده في عروض أزياء أخرى ستقام في باريس، ويمكن يلغى البعض منها بسبب هذا الحراك وهذه الاحتجاجات وهذه المظاهرات والتكسير وما إلى ذلك. يعني الخوف صار يأثر ليس فقط على الاقتصاد السياحي إذا صح التعبير في باريس، ولكن أو في فرنسا بس باريس أكيد قد يؤثر ذلك على الحياة الاقتصادية والصناعية في فرنسا كذلك. يعني شفنا في مارسيليا، في تولوز، في ليون، وحتى مدينة ليمو الهادئة صار فيها أشياء، وشفنا كيف الاعتداء على رئيس بلدية. نتمنى أنه تهدأ الأمور طبعا يا على منزل رئيس بلدية لاليغوز، وإن شاء الله يعود الوضع إلى طبيعته. نتمنى أن تهدأ الأمور في فرنسا. شكرا جزيلا لك ليث بزاري، كان معنا من باريس.